بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم بقى في اول سيشن لدكاتره العلاج. الاول خلوني اكلمكم الاول على دكاتره العلم قبل ما نبتدي كده اهوت. ايه دكاتره العلم؟ عشان كلكم هتبقوا ان شاء الله ممبر وممبر فاعلين ان شاء الله على الفكره. ممبر فاعلين في موضوع دكاتره العلم دوت. الفكره جت من ريحاني ريحاني احمد، كنا قاعدين وبعدين قلنا احنا محتاجين ان احنا نبتدي نتعلم حاجه جديده. وفي نفس الوقت في ناس كتير قوي خدت كورسات، كورسات بتبقى غاليه جدا. الكورسات ديت ممكن تكون ناس تاخدها وما تعملش بيها حاجه، وناس عايزه تاخدها ومش عارفه تاخدها ازاي، وناس عايزه تبتدي ومش عارفه تبتدي ازاي. فاحنا قلنا خلاص يبقى دي الانشيتيف اللي احنا المفروض في بلدنا نبتدي بيها حاجه بوزيتيف. الحاجه البوزيتيف ديت هي ان اللي خد الكورسات ديت من اي مكان في اي حته اللي هو عارف الكلام دوت، بالذات البروفيشنال كورسز ديت، يبتدي ينقلها اخواتها. فيعني ده الموضوع سهل جدا، ركب اخوك معاك كويس. فده دي الفكره الاساسيه، بحيث ان على الاقل في خلال 4 ساعات ماكسيموم تقدر ان انت توصل الانفورميشن اللي انت عارفها للناس. بعد كده هو الشخص اللي خد الكلام دوت والله لقى ان هو انترستد في الموضوع، هياخد بقى ويتبحر ويعيش ويقرا ويعيش حياته. اللي شايف ان الموضوع دوت ملوش لازمه، مش هيدفع فلوس، وفلوس البلد ككل تطلع بره تبقى عباره عن فاقد كده هو، لان احنا دي كلها انترناشونال كورسز بتدفع تطلع بره على الشركات الانترناشونال يعني. يبقى على الاقل اللي بياخدها بيبقى بياخدها عشان ياخد السيرتيفيكت بقى اللي هي الشيء الاوثنتيكيتد والكلام ده كله. طيب هنستفيد ايه بقى من الموضوع برضه دكاتره العلم دوت؟ دكاتره العلم ديت يعني فرض علينا كلنا ان احنا حاجه من حياتنا ان احنا نزكي عن انفسنا يعني. ففي الزكاه ديت عباره عن هتعمل نماء بشكل كبير قوي للي بيدي الكورس، هو نفسه بيراجع وبيفتكر الكلام ده كله، ونماء للناس، وبعد كده هو اصلاح بين الناس، تبقى على الاقل كلنا بنشير معلومات مع بعض، فدوت يدي الفه كده هو ما بين الناس. الزكاه برضو يعني اصلاح الفه ما بين الناس، تنميه مجتمع و وكل الكلام ده كله هيبتدي من الكلام دوت ننتشر. طيب لما قعدت معاهم الموضوع كبر في دماغي بشكل اكبر واكبر، وان ايه لا طيب ما احنا ما نعملهاش دي، دي هتبقى اورجنايزيشن عالميا، مش هتبقى حاجه صغيره كده اهوت. فحط هدف السماء بقى والقمر والكلام ده توصل له ان شاء الله، مفيش مشكله خالص. الموضوع مفيش حد يحس ان الموضوع لا ده صعب، ازاي نقدر نوصل ان احنا نبقى انترناشونال اورجنايزيشن عالميه، وتبقى كلمه زكاه ديت تبقى في يوم من الايام هي سلوجن موجوده، ان الواحد في روسيا عايز يستخدم التكنيك دوت هيستخدم زكاه العلم، اللي هو هيستخدم كلمه زكاه العلم نفسها يعني. فهيتعمل او بيتعمل دلوقتي جمعيه للكلام دوت، والجمعيه ديت هيبقى ليها رئيس اداره، رئيس اداره دوت هيبقى ايه اهميته؟ ان احنا بعد كده ان شاء الله احنا بندي الكورس دوت مش بس كورس كده وخلاص، لا هي الاورجنايزيشن دي مسؤوله عن ماتشنج ما بين النيدز والريسورسز بتاعت البلد. فانت عندك ريسورسز مكان زي دوت، ادي ريسورس. عندنا ناس بتدي الكورسات ريسورس، عندنا نيدز من ناس عايز تاخد الكورسات، اعمل ماتشنج ما بينهم بطريقه كويسه تفيد، تبقى ليها دايركشن، تبقى ليها استراتيجي، وفي نفس الوقت اعمل كمان كواليتي على الكورس اللي انت بتديه دوت. فيبقى الناس مش بتروح تضيع وقتها والناس بتروح وخلاص والكلام ده كله، لا هنعملها بطريقه تبقى حاج شريف عليك السلام احمد كده ازيك شريف. طيب فانا اديت لكم بس يعني ايه صوره عامه كده عن فكره زكاه العلم مقدما يعني. ودوت النهارده بكوره الموضوع واول كورس في القصه ديت اللي هي بيزنس بروس فريم ورك ايتوم، هنبتدي بيه ان شاء الله الموضوع دوت. الحلم ان في خلال سنه ممكن نوصل ان يبقى في اليوم الواحد بيحصل 10 كورسز في اماكن مختلفه في مصر في محافظات مختلفه، وكل الكلام دوت من غير ما لا واحد يغيب من شغله ولا واحد بيشتغل وقته يتعطل ولا 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 الكلام ده كله. هي دي الفكره،
ان دايما الناس حتى في التشاريتي في الشغل اللي هو التشاريتي والخيريه والكلام ده كله بتبدا تبتدي بدفاعك دهوت وبعد كده تلاقي ان انت ايه ما عندكش وقت فتكسل مش عارف ايه الكلام ده كله. انما لو انت بتعمل الكلام ده كله الناس سكترد عليهم الايفورت دوت هتلاقي الموضوع ما فيش حد عليه ايفورت والدنيا ماشيه هوموجينيوس بشكل كويس قوي. طيب احنا عندنا السلايدز عندنا 55 سلايد بس مش عدد كبير قوي هنخلصه ان شاء الله في وقت اقل من الاربع ساعات. دي الاجنده بتاعتنا. هنتكلم انتروداكشن عامه كده اهوت على الكورس نفسه وبعد انتروداكشن عن البروسيس بعد كده هنتكلم عن الاي توم ونفهم بقى ايه يعني ايه توم ليفل 0 وبعدين ليفل 1 وبعدين ليفل 2. دي الانتروداكشن هنبتدي بيها. اول حاجه عشان نبتدي كده فتعال نتعرف على بعض الاول بقى خلاص كويس فنبتدي. احمد بتعرف تغني دي داتا بلاننج اند برفورمنس. تعرف ايه بقى كمان ايه الاكسبكتيشن بتاعتك من الموضوع بتاع الاي توم؟ يعني انا بقى عايز متوقع ان انا اعرف الاي توم والبروسيس نفسها شغاله ازاي وهو مقسم الدنيا جوه عامل ازاي وكده ويمام الحاجات دي يعني على الطرق ازاي. ماشي مصطفى بكر عثمان دي تي جي كارتي بي ام بروجكت مانجمنت. انا يعني سمعت عنها من المهندس ياسر ان هي تليكوم بزنس وفاكتور سيز وحاجات وانا اساسا خريج هندسه قسم اتصالات وكنت عايز احاول تفهم اسلام شادي بزنس انالست وجيتو ريسك كبر قوي الفتره الاخيره دي وبصراحه كنت واخد الكورس بتاع الفاكتور فات وشفت ناس عندك على الويب سايت الفاكتور فات بصراحه كنت مستني حد يشجعني يدخل معايا فيها بس الحمد لله يعني جزاك الله خير. وياك ان شاء الله وياك ان شاء الله. يبقى احمد مصطفى اسلام عشان بس احفظ برضه كمان الاسماء معاكم. انت جيني اكسل كاتب عايز زي ما قلت الفكره حضرتك برضه مش دي الفكره عايز اقول الفكره اللي كانت يعني الناس كنت مش قادر اعرف اختار انتم مختلفه وكده قلت انت حضرتك اللي اخترعت الفكره يعني ممكن نعمل كورس هنا بي تي جدا بي تي الكورس بتاع انتم بس ما كانش عندي خلفيه كبيره عن الكورس انا عندي وكده بس شويه حاجات بسيطه جدا. ماشي مصطفى مصطفى السنجاوي اتش بي. هو اللي اعرفه مثلا ان هي الايتوم دي حاجه مثلا بيست على المايكل شويه بس سبيشالايزد مور كويس. اديني بقى اخد ورقه ورقه كده اهوت لان في شويه جمل كده بتتقال فهحاول ايه استفيد بس دي هي ماشي. فكرتي عندي هي الموديل او الستاندرد انا عايز اعرف المهم برضه ازاي ده يعني بالظبط بيقسم الدنيا ازاي في الكوميونيكيشن سيكتور عامه. Thank you.
مع بعض. ماشي. طيب بصوا انت واحنا في وسط الكلام كده اهوت في كم جمله اتقالت فهنبتدي هتبقى فرصه النهارده ان شاء الله ان انتوا تعرفوا ايه الموضوع بتاع ايه علاقه ايتوم باي تي اي ايه حكايه البروسيس وايه علاقه الكلام دوت بالتليكوم. خلينا نبتدي كده على طول في الكورس بتاعنا. طيب اول حاجه هنتكلم في يعني ايه بروس؟ يعني ايه بزنس بروس؟ فحد لا انت قدامنا بزنس بروس عايزين حد كده يقول لنا يعني ايه بزنس بروس؟ يعني الناس كلها عماله تقول بزنس بروس، ايه الديفينيشن بتاع بزنس بروس؟ هو ديفينيشن صغير خالص كده هاو وركس اجينست ذم، ازاي الشغل بيحصل؟ السيرفس اللي بوضح بيها ازاي الشغل بيتم دي بيقولوا عليها بزنس. يبقى اذا اول حاجه في ستيبس كويس، فديت اول معلومه هو ده بروسس. بروسس يعني ستيبس بس، يعني فيري سمبل من غير بقى تعقيدات ومن غير الكلام دوت. بروسس يعني ستيبس بس كويس، بس مش بالستيبس وبس. وكمان ابراهيم قال الجمله كده دوت، قال ايه حاجه تو بي دان. يبقى اذا في اوتبوت لازم يكون هيخرج من البروسس ديت، يبقى في ستيبس عشان نعمل اوتبوت. واكيد ادام في اوتبوت يبقى لازم يكون ايه كمان انبوت موجود. يبقى ماشي حلو صح. البروسيس بقى موضوع البروسيس دوت ليه الدنيا مشيت في موضوع البروسيس ديت؟ لان زمان كان عندنا يبقى عندنا في اي شركه من الشركات عندهم سيرفيس او اتنين سيرفيس وخلاص كده اهوت. بعد كده اهوت السيرفيسز ديت بتقعد تزيد كل شويه، فالاكتيفيتيز تزيد في الشركه، فبعد شويه بكره هيبقى عدد السيرفيسز مالتبلايد. ده معناه ايه؟ معناه ان السايكل بتاعت السيرفيس دي عشان تتعمل وتشتغل في الشركه بقت صعبه اصعب اصعب اصعب. كويس؟ فالموضوع بتاع البروسيس دوت بدا ياخد اهميه، وتلاقي كل الناس عماله تتكلم في الموضوع دوت. وحب زي ما بحب بيقول كده، كل الناس عماله تتكلم عن البروسيس، كل اي حد صاحي نايم كده تلاقيه يتكلم عن البروسيس. كويس؟ ده ليه؟ لان عدد السيرفيسز هي اللي زادت، هو ده اللي خلى درايفر للناس ان هي تبتدي تفكر اكتر في الموضوع البروسيس ده. الموضوع سهل زي ما قلنا كده، هو فيري سمبل، يعني الموضوع ما فيهوش اي حاجه، شويه اكتيفيتيز عشان نعمل حاجه، يعني ما فيش اسهل من كده. هو الموضوع بتبتدي بالكاستمر وبتخلص بالكاستمر، يعني الاند تو اند بتاعنا، لان احنا اوريدي فاتحين الشركه ليه؟ عشان كاستمر. فانا ببتدي ان الكاستمر بريكوست حاجه وبتنتهي ان انا بديله الحاجه ديت او باخد منه فاتوره او بعمل حاجه، فبتستارت وتاند بالكاستمر. عاده زي ما اسلام قال ان هي حاجه بتحصل ما بين كروس فانكشن، ما بين كذا ديبارتمنت في الاورجانيزيشن. ممكن تكون الحاجات دي بتبقى جوه في نفس البلد في نفس المنطقه او مناطق مختلفه. وكمان في سبورتنج بروسيسز بتخش علشان تكمل الصوره. يعني مثلا في وسط البروسيسز ديت بتلاقي المرتبات بتاعت الموظفين، دي بروسيس بتحصل في الشركه. البروسيس ديت عدم وجودها يخلي ايه؟ يخلي البروسيس الاساسيه ما تتمتش، ما هو الرئيس ما خدتش مرتبات. يبقى السلام عليكم ما حدش هيشتغل. فدي سبورتنج بروسيس بس موجوده مع البروسيس اللي هي الاساسيه او اللي هي الكور بروسيسز يعني. فبتلاقي ان انت عندك الاورجنايزيشن بتبقى متقسمه كده اهوت لكذا ديبارتمنت كذا فانكشنال، وبيبقى عندنا الاند اند بروسيس، وفي الاخر الكاستمر بياخد حاجه او من عندنا. ده الديفينيشن بقى بتاع الكتاب بتاع تي ام فورم، يعني اللي هو دوت زي ما الكتاب بيقول a process describe a systematic sequence set of functional activities that deliver a specific result. ناخد بالنا من كلمه ان هو ده systematic. كويس، موضوع systematic ديت هي ديت البوينت اللي في الموضوع، ان انت مش عايز ان انت لما تجي لك مثلا شركه عايزه تاخد اي دي اس ال ان كل واحد ممكن يعملها بشويه ستيبس كده، بس احمد بيعملها بطريقه وبعدين انا اعملها بطريقه،
هو بيعمل بروسس انا بعمل بروسس، بس كده البروسس بتاعتنا بتاعت الشركه ما بقتش سيستماتيك. المفروض تبقى سيستماتيك شغاله والناس ما بتفكرش فيها. ستيبس 1 2 3 4 حصل كذا اعمل كذا وهلم جرى. او بطريقه ثانيه سيكونس اوف ريليتد اكتيفيتيز اور تاسك ريكوايرد تو ديليفر ريزلت اور اوتبوت. فالموضوع يعني ايه لو انت ملاحظين كده هو موضوع فيري سامبل جدا بشكل مهول يعني. التي ام فورم اللي هي التليكوميونيكيشن فورم ديت الجهه المنوط بيها ان هي تحط الستاندردز في التليكوميونيكيشن بروسيسز، وديت عباره عن المفروض ان هي اورجانيزيشن نون بروفيت برضه اورجانيزيشن كده اهوت زي زكاه العلم كده هتبقى بس هي تي ام فورم يعني هي صغيره وان شاء الله زكاه العلم هتحاول تبقى زي زكاه العلم ان شاء الله. بس هي ديت مكونه من ايه؟ مكونه من شركات كتيره جدا كلهم بيخشوا مع بعض ايه الفلوس مش في ان هي تبقى بروفيت اورجانيزيشن المفروض، انما علشان الاكتيفيتيز بتاعتها من جوه تبتدي ايه تصرف عليها والكلام ده كله. فهتلاقي فيها بقى كل الشركات اللي ممكن تفكر فيها في العالم يعني الشركات الكبيره في التليكوميونيكيشن. دوت الشكل اللي هو نفس الكلام اللي احنا كنا بنقول عليه ده برضو هو عباره عن كاستمر ريكويرمنت بتخش على البروسيس مكنه كده اهوت وفي شويه كونسترينز تحت بتاثر على الريكويرمنت ديت وبعدين في الاخر تطلع لي الايه؟ الاوتبوت بتاعي. يعني هو زي ما بيقولوا بقى هي طريقه ان انت تقدر تنظم الريسورسز بتاعتك في الشركه. The objective process is set by a customer of the process. الاوبجيكتيف البروسيس دي انا عاملها علشان ايه؟ فاللي هيطلع له الاوتبوت في الاخر هو دوت اللي بيكون محطوط له عشان الاوبجيكتيف. انا بعمل بروسيس ديت مثلا بعمل بروسيس بتاع الدليفري كويس؟ فانا بقعد في نهايه البروسيس كده اهوت مكان الكاستمر واقعد افكر هو الكاستمر مستني ايه من البروسيس ديت؟ ان هي تخلص بسرعه ولا تخلص بكواليتي ولا تخلص صح زي ما هو عايز؟ فانا لازم احط نفسي مكان الكاستمر عشان اعرف الاوبجيكتيف بتاع البروسيس ديت. ما احطش الاوبجيكتيف بتاع البروسيس من الناس اللي بتعمل البروسيس اللي هم اللي بيركبوا. ليه؟ لان اللي بيركب مثلا انا وانا بعمل اوردر دليفري دلوقتي هيحط بقى اوبجيكتيف كده اللي هو ايه؟ اخلص يعني تعالى نخلص تعال يعني ممكن يكون مش هو ده اللي الكاستمر عايزه. فدايما بتحط نفسك مكان الكاستمر وانت بتعمل البروسيس. الكاستمر بتاع البروسيس ديت ممكن يكون الكاستمر هو عباره عن اند يوزر او اللي هو البتاع او ممكن يكون موظف او ممكن اي حد بس يعني ايه عشان تقدر تعرف الاوبجيكتيف بتاعها. البروسيس از سكسسفول وين ذا كاستمر ريكويرمنت ار ميت افكتفلي. نقطه مهمه يعني رهيبه جدا ان يا فرحتي ان انا عملت بروسيس والشركه كلها شغاله على البروسيس والدنيا يعني تمام جدا بس في الاخر الكاستمر وعملت بروسيس كل الناس شغاله بتعمل يعني مثلا بنعمل عربيه او هنطلع عربيه يعني وقمت انا عامل بروسيس جميله وحلوه جدا احمد ريحاني هيخش يعمل كذا صفا هيخش يكمل يحط عمود الكردان احمد عبد الفتاح هيحط الموتور ويلا هوب طلعنا هي الكلام ده كله بس نسينا نحط كراسي كويس. الكاستمر ما يهموش اللي انت عملته ده كله انا في الاخر انا عايز عربيه اعرف اسوقها واتكل على الله نسيت تحط لي دواسه البنزين يبقى ده ايه هقعد جنبها. ففي الاخر امتى اقول البروسيس ديت سكسسفول؟ لو كان بتطلع الاوت اللي انا ايه متصور او اللي المفروض ان الكاستمر عايزه. افكتفنس بقى ان اوت بنتكلم عن كواليتي اوف اوت عايزين التايم بيبل ريسورسز كل الايه الاوت المختلفه يعني. البروسيس بتبقى ماشيه ازاي؟ دي ده مثلا لو كانت اورجانيزيشن شارت بتاعتنا فبيبقى فيها عباره عن ريكويرمنت جايه من كاسبر بتلاقيها جوه الديبارتمنت عندنا راحت مثلا للراجل بتاع السيلز الاول السيلز قام مديها للراجل بتاع الاوردر فولفيلمنت الاوردر فولفيلمنت قام مديها للراجل بتاع التركيبات التركيبات قام راجع تاني للسيلز اكونت مانجر يتشيك حاجه عند الكاسبر قام الراجل ده موديها لواحد هيروح يركب في السنترال الراجل في السنترال ده تلاقي جوه الشركه بتبقى البروسيس ماشيه على ديفرنت ديبارتمنت وديفرنت جوبز. معايا في لغايه دلوقتي انا بس انا ماشي متصور ان انتوا فاهمين لو انتوا مش فاهمين حاجه وقفوني قولوا لي ايه ده؟ ايه الكلام العجيب اللي انت بتقوله ده؟ طيب فالبيزنس بروسيس
ار انيشيتد باي اكسترنال كاستمر ريكويست لينك توجذر ذيس بروسيس ديليفر سيرفيس برودكت تو اكسترنال كاستمر. ماشي. فهو عمال يطلع ياخد ريكويست ويعمل شويه حاجات وبعدين يطلع اوتبوت, والكلام ده بيحصل جوه ديفرنت بارت. ممكن واحد يفكر يقول انا هرسم بروسيس بالشكل ده كويس, وبعدين الناس تيفولف وبعدين تتطور شويه تقول لك لا الطريقه ديت مش حلوه, تعالى نعملها بطريقه احسن شويه. طيب ليه احنا بنعمل بروسيس بقى من الكلام اللي احنا اتكلمناه دلوقتي؟ كويس, انا هرجع شويه كده اهوت. قولوا لي بقى كده اهوت, قولوا لي افكار بقى ليه احنا بنعمل بروسيس بقى كده؟ عشان نقسم يعني الموضوع اكتر, يعني ديت ابدا انا مش عايز اقسم ليه. طب افرض ان انا شركه صغيره كده اهوت وانا عندي تيم واحد هو اللي بيعمل كل حاجه. لو انا دخلت بالهدف ده, لو انا داخل بالهدف دوت, ده مش هدف صوت عشان افكتيفنس. يعني ايه افكتيفنس؟ يعني لو انا شركه حتى صغيره ولا كبيره وعايز اطلع اوت, اي اوت يعمل اوتبوت يطلع في قد ايه, يطلع غير معدل ريسورس, يطلع في الوقت القصير, يطلع بالكواليتي المطلوبه. الكلام ده كله لو في بروسس وفي رؤيه واضحه للحته التيمز اللي هيشتغل الموضوع ده, كل تيم عارف الروت بتاعه عامل ازاي, بقى الكلام اللي بقوله ابراهيم بس ممكن بس نحطه نغيره كده اهوت شويه. ان انا بعمل بروسس, ماشي اتفضل, بعمل بروسس علشان ايه؟ علشان اطلع اوتبوت زي الاوبجكتيف اللي انا حطيته بس كده اهو. ماشي. يبقى الاوتبوت اللي بيطلع ديبند على بيماتش الاوبجكتيف اللي انا بحطه. ايه الاوبجكتيف بقى اللي انا حاطه؟ دايما بحطه وانا شايف وانا واقف مكان الكاستمر. البروسيس دي بتطلع اوتبوت لحد, وما انا رايح بقى مكان واقف مكان الحد ده واقعد كده اقوم باصص كده اهو في البروسيس ديت. هو ايه اللي هيرضيه؟ ابراهيم قال شويه كلام كده اهو, قال ايه التايم بتاع التايم بتاع. يبقى انا وانا داخل مش هدف ان انا اقسم ولا ما اقسمش, حلو, مش هدفي التنظيم للتنظيم. هو الموضوع مش موضوع تنظيم وخلاص, هدفي هو عباره عن اساتسفاي الكاستمر بتاع البروسيس ديت اللي هيطلع له الاوتبوت ده. كويس. فزي ما بنبقى شويه حاجات افكتيفنس ويكون ريسورس يوتيلايزيشن كويس ويكون الكواليتي اللي طلعت مظبوطه ويكون كل واحد فاهم هو بيعمل ايه. كويس. فتلاقي بقى الايه ده الايدز بقى اللي ممكن تقعد تفكر فيها, efficiency, effectiveness, reliability, completeness, speed, consistency, flexibility, quality. كل دي افكار, بس من الحاجات دي انا بكون محدد هو انا عايز اعمل ايه من الحاجات دي. مش هعمل كل الكلام ده كله, انا بشوف هو فضل منعم منعم تعال فضل. هنعمل حاجه كده غريبه شويه ونختار حد يطلع يشرح اللي منعم لغايه دلوقتي احنا وصلنا ليه. مين متطوع بقى؟ مين فالنتير كده هو يطلع يقول لغايه دلوقتي ايه اللي احنا قلناه؟ عايزين يلا ايه؟ طيب ماشي حلو. السلايدز احنا وصلنا ل 12 دلوقتي. طيب بسم الله. لا لا ابدا, لا لا لا, ما هي فرصه ان احنا ايه تحب تبتدي من طيب عايز من الاول عادي. طيب يلا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لقيتهم يا جماعه بتتكلم مع الشركات اللي شغاله في مجال السيرفس الكاستمر, من شركات التليكوم, يعني شركات البرمجه الى حد ما تقدمش سيرفس. التليكوم مثلا بتقدم سيرفس, تقدم دي اس ال, تقدم في بي ان, تقدم خط محمول. قبل كده كانت العمليه ايزي, مثلا شركه بتقدم فويس ميل سيرفيس وبيزك فويس سيرفيس. الموضوع كبير شويه, مثلا شركات المحمول الاول كان كل الواحد عايز يقول الو. بعد كده بنقدم 3 جي, بنقدم برود باند, بنقدم خدمه اني اعرفك الزحمه ايه. الخدمات عماله تكتر لغايه الموضوع بقى كبر ومحتاج ان في بروسيس تحكم, محتاجين الموضوع يبقى سيستماتيك ومنظم. زمان كانت يعني اللي كانت زمان الخدمات كانت بسيطه في مصر.